رجعنا لحضراتكم وفقرتنا الرئيسية النهاردة اللقاء على الهواء هيكون عن الأغنية ودورها في انتصار أكتوبر. إزاي كانت الأغنية الوطنية معبر عن هذا الانتصار العظيم؟ إزاي كانت ليها دور في إشعال الحماسة في نفوس المصريين بعد تحقيقنا مع ضيفتنا الكريمة اللي بتشرفنا النهاردة دكتور ناهد عبد الحميد الناقدة الفنية والمنسق الثقافي في وزارة الثقافة في قطاع شؤون الإنتاج الثقافي. منورانا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك وكل المصريين بخير يا رب. إزاي نرصد دور الأغنية الوطنية بعد حرب أكتوبر، خاصة إنها كانت بالفعل يعني نقطة فارقة في تاريخ هذا الشعب العظيم؟ صحيح. قبل ما نتكلم في انتصارات أكتوبر لازم نهنئ أنفسنا ونهنئ يعني قواتنا المسلحة الباسلة، قادة وضباط وجنود، بهذا الانتصار العظيم، الانتصار اللي احنا حررنا بيه الأرض ورجعت بيه كرامتنا، الانتصار اللي أذهل العالم كله وأذهل العدو وذاته، الانتصار اللي يعني أدخل البهجة والسعادة والسرور في نفوس كل المصريين. والحقيقة الأوصاف دي كانت في بيت في كل بيت مصري في مساء السادس من أكتوبر العام 73. أما التحية فتحية لكل شهداء مصر الأبرار في معركة الكرامة، في ملحمة العبور، في نقول انتصارات أكتوبر 73 وشهداء كل العصور. صحيح. أما الأغنية الوطنية في انتصارات أكتوبر المجيدة، الحقيقة قبل ما نتكلم عن الأغنية الوطنية في انتصارات أكتوبر لازم نرجع شوية بالذاكرة للوراء قليلا، يعني نرجع لأن الأغنية الوطنية بدأت دورها من 67، نكسة 67 وحرب الاستنزاف اللي هي كانت مقدمة لانتصارات أكتوبر المجيدة. في حرب 67 أو في نكسة 67، لأن احنا ما حاربناش، الصدمة كانت صعبة جدا على المصريين، كان في حالة ذهول، في حالة يعني في صدمة شديدة. الصدمة للشعب المصري والجيش المصري كان يعني كان له مردوده على الحالة الفنية والحالة الغنائية بشكل خاص. عبرت إزاي هذه الحالة الفنية عن الصدمة، وإزاي في نفس الإطار تنبأت بالنصر؟ الحقيقة الأغنية الوطنية في 67 و8 وحرب الاستنزاف كانت هزمت الهزيمة قبل تحقيق الانتصار. ازاي يعني؟ الاغنيه بدات عايزه في نكسه 67 كانت الاذاعه في ازمه، مش عارفين يعملوا ايه، مش عارفين يعملوا ايه، فتفقدوا الا لازم نذيع اغنيه تعبر عن الحاله، ما فيش، فجابوا اغنيه محمد فوزي بلدي احببتك يا بلدي حبا لله والابدي، كانت الاغنيه اول في وقت نكسه 67. بعد كده حالة نقول الذهول والصدمة والإحباط اللي انتاب كل العاملين في المجال الفني والمجال الغنائي، ولكن الأغنية ساعتها رغم الحزن والبكاء والشديد والإحباط والذهول كان في أغنية مهمة جدا في الوقت ده، الأغنية اللي هي حملت عبرت عن الحزن الشديد وعن حالة الصدمة للشعب، ولكن بنفس الوقت الأغنية كان فيها جانب من نقول الكبرياء، الحزن، حزن الإنسان التائه الجريح، ولكن كان فيها انتفاضة استعدادا، احنا لازم نقوى عشان ونسترد القوة الشخصية المصرية. فكانت أغنية عدى النهار والمغربية طبعًا جاية طبعًا تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر، وطبعا وبلدنا على الترعة بنغسل شعرها جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. يعني احنا الحقيقة يمكن دي النقطة برضو السيادة الرئيس امبارح كان بيقول ان الهزيمة بتكون هزيمة لما نقبلها. صحيح. يعني لكن لو رفضنا الهزيمة فتأكيدا هنحول هذه الهزيمة لانتصار. ده اللي حصل بالفعل. ده اللي حصل. يعني احنا طبعا احنا بنتكلم انتصارات اكتوبر المجيدة لها ناحية تاريخية، ناحية سياسية، ناحية عسكرية، احنا المنوط بينا نتكلم على الناحية الفنية، ولكن الناحية الفنية جاية من الحدث. يعني المبدع المصري الحقيقة سواء كان الشاعر او الملحن او المطرب كان لحظة بلحظة ماشي مع الحدث، بيؤدي
مؤرخ للحدث. شفت حضرتك لما جت اغنيه عدى النهار، واغنيه عدى النهار بالذات المعروفه باسم موالي النهار، يعني المتخصصين وغير المتخصصين بيقف امام اغنيه فريده من نوع فريد. يعني الابنودي رسم لوحه فنيه مليئه بكل هو من اعماق هذه الارض وهذه هذا التاريخ والشعب الابنودي، يعني الخلق الابنودي. طيب هل نقدر نرصد في الفتره اللي قبل انتصار اكتوبر 73 يعني مبدع او يعني بعض المبدعين اللي كان عندهم رؤيه مستقبليه او توقعيه لتحقيق هذا الانتصار؟ هي الأغنية تنبأت بالانتصار، وزي ما قلت لحضرتك هزمت الهزيمة قبل تحقيق الانتصار، بدليل احنا شفنا عدى النهار بعدها كانت يعني لما بدأنا بقى فكرة ان احنا بنستعد، والحرب الاستنزاف كانت مقدمات قوية هي اللي صنعت انتصارات اكتوبر المجيدة 73. يعني بعد ما بدأنا بقى خلاص جت أغنية يعني كانت لها واقعة، فكرة وانا على الربابة بغني لوردة وبليغ حمدي وعبد الرحيم منصور، كانوا واقفين على الإذاعة وهم يعني تقريبا كان يوم 7 اكتوبر. ده بعد الانتصار مباشره على 7 اكتوبر 73. ويعني حاله نقول بقى الاغنيه ولدت الحدث. يعني احنا عندنا الاغنيه الوطنيه احيانا بتصنع الحدث، ولكن الاغنيه كانت وليده حدث الانتصار. ف طبعا الاغنيه كانت بتحمل كلمات فرحه وبهجه، وطبعا بليغ حمدي هذا الموسيقار العبقري اللي هو يعني جسد، قدر يجسد الحدث بكل قوه وكل فرحه وبهجه للشعب المصري كله. كانت الاذاعه متوقفه عن الانتاج والميزانيات كلها، ما فيش ميزانيه. يعني الشعب المصري متيم بحب الجيش المصري. الجيش المصري هو جزء من الشعب. تخيل يعني واحنا ماشيين في الشارع بتشعر بالامان لما تشوف الدرع الوطن وسيفه، وطبعا قواتنا المسلحه الباسله اللي هي يعني عايزه اقول اللي هي الامن والامان، الامن السلم الداخلي وحراسه الحدود والشرطه المصريه، دول يعني هم حامل حمل الشعب المصري. تخيل الاغنيه بتعبر عن فكرة محبة الشعب المصري للجندي وتبجيله ومحبته وتقديره للدور العظيم اللي قام به الجند المصري في 73، والتضحيات اللي احنا شفنا امبارح في الندوة التثقيفية. يعني شفنا أبطالنا العظماء، وكل سنة وإحنا طبعا اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، فالأغنية أرخت ووثقت لكل حدث من الأحداث دي. إحنا عندنا يعني أكتر من 2500 أغنية وطنية موثقة، فالأغنية خلت الحدث لحظة بلحظة. وانتصارات أكتوبر المجيدة كمان الأغنية لعبت دور في غاية الأهمية بعد انتصارات أكتوبر، لأنها كانت ماشية وراء الحدث بتعبر وبتأرخ. لأن المبدعين المصريين تخيل في أغنية لف البلاد يا صبية لف البلاد، يعني طبعًا. برك الولاد يا صبية بلد بلد ولد ولد. الأغنية كانت بتقول ده المهر غالي وهيجيبوه، دي كانت قبل الانتصار. المهر غالي وهيجيبوه لو نجم عالي في السماء راح يطوفوه. الأغنية غيروها عشان يعني عادوا تسجيل الأغنية تاني عشان كلمة بدل هيجيبوه وهم جابوه. تخيل يعني المبدعين المصريين مش بس بقولك ان احنا بنشتغل قد ايه. كمان كان اغنيه مؤثره جدا لانها كانت من ام احد شهداء اكتوبر، الفنانه شريفه فاضل، انا ام البطل. صحيح. يعني قد ايه هذه الاغنيه كانت مؤثره تماما في وقتها وما زالت الى الان؟ هي كان لها قصة كمان أغنية أم البطل. يعني كانت طبعا الفنانة راحلة شريفة فاضل كانت ابنها شهيد، طبعا ده بعد 73 بثلاث شهور تقريبا. كانت صديقتها الشاعرة نبيلة أنديل، وكانت في زيارة لها بعد استشهاد ابن الفنانة شريفة فاضل بثلاث شهور، فقالت لها أنا عايزة أغنية تبقى لكل أمهات الشهداء. فدخلت
غرفة الشهيد وخرجت بورقة مكتوب عليها كلمات أغنية أم البطل. وزوجها طبعا كان الموسيقار الكبير علي إسماعيل، في اليوم التالي مباشرة لحن، كان لحن الأغنية، في اليوم التالت سجلوها في الإذاعة. يا سلام، حقيقة يعني حاجة عظيمة جدا. ولو اتكلمنا كتير على أغاني بتوثق الانتصار يمكن نقعد ساعات وساعات، لكن أنا الحقيقة بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتورة ناهد عبد الحميد على المشاركة الجميلة دي معانا في ذكرى عظيمة جدا، ذكرى انتصار أكتوبر اليوبيل الذهبي. شرفتينا. شكرا دكتور جزيلا ناهد عبد الحميد. كل عام وحضرتك بخير والمصريين وكل العرب. وسيادتك بخير. بألف خير. تحياتي لحضرتك، وكل التحية كمان لمشاهدينا من خلال هذه المتابعة لحلقتنا النهاردة. هنقابل حضراتكم الخميس المقبل إن شاء الله. بكرة أسرة جديدة في انتظاركم. تحياتي دائما حازم أبو السعود.